مري لاقي بغلاك عاشق يا حلوة نهواك عن دوانا تبخلاك معروفة للكل قوية مري لاقي بغلاك عاشق يا حلوة نهواك مري لاقي بغلاك عاشق يا حلوة نهواك عن دوانا تبخلاك معروفة للكل قوية ديما ربايا للوطن الغالي صبايا غيرك من هو يكون غلايا غيرك يا وطن مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج العصيه، برنامج عصيه ليوصل في الشارع الايجابي لكل من يشاهد فينا عبر تلفزيون ليبيا الرسميه، فتحياتي لكم جميعا وكل من يختار تلفزيوننا وبرنامجنا برنامج العصيه. العصيه يغطي لكم كل ما يصير داخل شوارع بنغازي طيله الاسبوع اللي فات، واليوم حنجولوا بكم وحنمشوا لاماكن عده في شوارعنا الحبيبه. حنمشوا لمستشفى 1200 سرير والمنظمة الليبية للتنمية وحفل تخريج المتفوقين من الثانوية العامة، نقول ألف ألف مليون مبروك على النجاح. حنمشوا لمنطقة بن يونس في مدرسة شهداء بسليم وحنشوفوا كشاف مشجعات ليبيا والدورة اللي عطوها للمتطوعين كدورة إسعافات أولية. حنمشوا لمنطقة راس عبيدة وحنمشوا لمسرح الصمود في مدرسة الصمود وحنشوفوا الاحتفال اللي كان من منظمة بسمة بنغازي. دار الرعاية في مدينة بنغازي دارت احتفال ودارت دورات رائعة جدا من هيئة السلامة الوطنية وكيف نتعاملوا مع مخلفات الحرب. المسرح الوطني بالسلماني شاهد تأبين رائع جدا لزميلنا الراحل خالد العريبي رحمة الله عليه في ذكراه السنوية. وفرقة المتعددة التمثيل والموسيقى وعمل حصري ولأول مرة يعرض على شاشة التلفزيون وهو باسم مسرحية بكرة أجمل، وإن شاء الله رب يكون بكرة أجمل بإذن الله تعالى. حننزلوا لشوارع العصية وكالمعتاد لمسة الوفاء للمواطن الليبي وغلاء الأسعار في المواد الغذائية. إن هذين فقراتنا اليوم في حلقتنا اليوم من برنامج العصية فيكم ومعاكم، وبسم الله نبدو حلقتنا اليوم والعصية. بنغازي روحي بنغازي بلسم لجروحي. المنظمة الليبية للتنمية، المنظمة هذه قالت أننا نبي نفرح عائلتنا والعيال اللي قروا وتفوقوا في الثانوية العامة وحاولنا يديرهم احتفال بسيط جدا بسيط ورائع وفيه لمسة طيبة للشباب ويكون داعم لهم. تعال نشوفوا كيف كان احتفال عائلتنا المتفوقين يعني اللي قروا وتعبوا ونجحوا باجتهاد وعطاء، كيف كانت هالحفلة. وإن شاء الله يا ربي دائما كأيام من احتفالات وأفراح وتكون أيامنا كلها مليانة بالسعادة والبسمة. قولوا بنغازي روحي بنغازي بلسم لجروحي. يا مبروك يا مبروك يلي نجحتي وتخرجتي، يا نيالك يا نبالك بالهمة وصلتي لو نلتي. يا مبروك يا مبروك يلي نجحتي وتخرجتي، يا نيالك. أنا ملكة بالبوظل، اليوم جايين عشان حفلة التخرج تكريم، فيعني فرحة سمحة بك لأن يعني حد يدلك حفلة عشان أنت متخرج منها، وإن شاء الله حفلة التخرج الأكبر نطلعوا من التخرج ومن كل حد اللي يبي مهندس يبي دكتور إن شاء الله. مرعي مبسوطة بالاحتفال اليوم، ونحب نشكركم على التقدير درتوا لنا، ونحب نشكر ماما ان هي ساعدتني في دراستي والحمد لله اني تمت على خير.
الكوافي رئيس مؤسسة إدارة المنظمة الليبية للتنمية. نحن الآن في مركز بنغازي الطبي للاحتفالية التكريمية للطالب بالشهادة الثانوية المتفوقين الناجحين في العام الدراسي 2014-2015 ميلادي. طبعا المنظمة تم التنسيق مع عدد ما بين 35 إلى 40 طالب ناجح في الشهادة الثانوية بتقدير مرتفعة. وطبعا مجموعة هذه الطلبة هم مجموعة أغلبهم من المشاركين في نشاطات المنظمة الليبية للتنمية، تم التنسيق معهم في هذه الاحتفالية التكريمية من أجل تشجيع حمل مواصلة تفوقهم في المراحل التعليمية القادمة. المنظمة الليبية للتنمية تعمل وتسعى لرفع مستوى التعليم في مدينة بنغازي بصفة خاصة وفي ليبيا بصفة عامة. يلا اضحك دايما خلي هالضحكة مفروضة. ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات، وإن شاء الله ربي كل عائلتنا يكونوا متفوقين ويكونوا ناجحين ويقروا ويجتهدوا ويكافئوا أولياء أمور كان بالتعب. أبائنا يتعبوا ويشقوا في هالبلاد، مهاتنا يتعبوا ويشقوا في حواشينهم، ما يبوا منا إلا حاجة واحدة، القراية والنجاح. ننجحوا ونفرحوا أهلنا ونفرحوا ناسنا وأصحابنا ونكونوا أحسن ناس في الدنيا. وأنتوا عارفين إن ليبيا بكرة وبنغازي بكرة تبي ناس تبنيها وتعمرها بيش؟ بالعلم والثقافة والاجتهاد. كشاف مجدات ليبيا ودورة إسعافات أولية من شبيبة الهلال الأحمر. كنا عارفين بأن كشافة والهلال الأحمر يعني عملتين لوجهة واحدة، هو العمل الإنساني، العمل الخيري، العمل اللي ملاش أي مقابل إلا شيء واحد، هو حب الوطن. داروا دورة في منطقة بنيونس في مدرسة شهداء بسليم، وهالدورة كيف يعطوا الإسعافات الأولية باش يعرفوا كيف يتعاملوا مع أنفسهم أولاً ومع الوضع اللي الناس واللي عايشين معه. تعالوا نشوفوا كيف كانت هالدورة وكيف كان التعاون بين الهلال الأحمر وكشاف ومرشدات ليبيا. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. انتي زهرة من الزهرات؟ اه في الكشافة. اه ما شاء الله واضح عليك انك زهرة. باهي شنو جاية تدير هنا اليوم؟ تحضري دورة في الإسعافات الأولية صح؟ اه. باهي شنو هدف منها دورة الإسعافات الأولية؟ نذكرك ناس فوق. أو نو تسعفوا تسعفوا قصدي. اه لا نسعفوا نسعفوا. قولي مرة أخرى. نسعفوا بها واحد. شكرك. لما يقعد مجروح بكرة ولا في يد. باهي وين هذه، في الكشافة ولا حتى خط الكشافة؟ في الكشافة والحوش وحتى في الشارع. يا أصحابي أخذوا في ركبتي جوال، فأنا دوما أحفظ وعدي أصدق بالفعل وبالكلمة. أنا كشاف كلي همة. هذه تحية كشفية مني لكم لقدومكم لتغطية هذه الدورة، دورة الإسعافات الأولية قامت بها حلقة الزهرات تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر الليبي. تضم هذه الدورة المنهاج كبنود. أول يوم مدة هذه الدورة 3 أيام، اللي هي كانت السبت والأحد والاثنين، غدا الختام. يوم السبت كانت بالإشراف عن طريق المدرب عبد المنعم عروية. تضمنت حوار هذه الدورة عن تعريف جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، وتعريف عن مبدأ الإسعافات الأولية والسي بي آر اللي هو الإنعاش السريع. اليوم الثاني ضم هذه الدورة الحديث عن النزيف والحروق والكسور، وفعل مناورة بسيطة للزهرات لتعليم عن مبدأ الإسعافات الأولية. قائدة النشاط في هذه الدورة قائدة بثينة فركاش، ومساعدة قائدة النشاط القائدة نعيمة المطردي، وقائدة البرامج القائدة وفاء العبار. ونشكر مدير هذه المدرسة، مدرسة شهداء بوسديم، الأستاذ إيهاب الهوني،
على تعاونه معنا لفتح هذه المدرسة. أنا كشاف كلي همة، أسد وعريني في الخيمة، وطني وطن العرب جميعا، وأنا ديني دين الرحمة، وأنا ورفاقي في صبر نسمو نبلغ أعلى قمة. إن شاء الله تكون كل أيامنا فيها يا ربي السلامة دائمة، وتكون أيامنا كلها مليانة بأن نوحد يدينا مع بعضنا دائما مهما يكون اختلاف آرائنا، لكن دائما خلوا كلمتنا واحدة من أجل البقاء والحياة في بلادنا بأحسن ما يكون. منظمة بصمة بنغازي، هالمنظمة حاولت أن تدير لمسة رائعة جدا جدا جدا، وكالمعتاد كاميرتنا كانت موجودة، وأنا كان لي شرف أني كنت مقدم هالاحتفال البسيط جدا، هالاحتفال اللي دخل البسمة على وجه ابنية كانت محرومة نوعا ما من السعادة، ولكن احنا حاولنا ان ندرولها لمسة هالوفاء. تعالوا نشوفوا اليوم ومودة المهدوي والحفلة اللي كانت لها داعم كبير جدا لنفسيتها. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم. اليوم منظمة بسمة بنغازي دايرة حفل للطفلة مودة المهدوي، اول شيء عشان تغير لها جوها من الحالة المرضية اللي هي فيها، والشيء الثاني عشان يلموا لها تبرعات. كاميرا العصية كانت معانا انا في الاحتفالية هذه، ونزلنا الحفلة وحنخش ونشوفوا مع بعضنا الاجواء الاحتفالية، وحناخذوا كلمات من بعض الحضور. لو واحد فينا يقتنع ويحمد ربي على الوضع اللي هو عايش فيه حيحس انه هو احسن من اي حد في الدنيا، ولكن القناعه ممكن نوعا ما ناقصه عندنا شويه جميعا، ولا استغني نفسي من هذه السلبيه، فدائما نحمد الله على الصحه والعافيه، ونسال الله ان يدوم علينا صحتنا، يدوم علينا عافيتنا، ويدوم علينا رضا والدينا، هالوالدين اللي عانوا طول عمرهم من اجل اكمال رسالتهم، رساله الطفوله ورساله العطاء. لنجد هذا المساء الرائع الطفلة المحبوبة مودة البنت. ويا رب يشفيها، وانا اتمنى لها ان هي تعدي تعالج.
ويشفيها ربي وشكرا. حملتنا هي للطفلة مودة، مودة طفلة مواليد 2000 مصابة بمرض جلدي خطير وهي الفقاعات الجلدية. حاليا مودة مركبة جهاز في المعدة، والجهاز هذا له أكثر من سنة مفروض إنه ينشال لأن بدأ فيه ترسبات بكتيريا. الدولة أنت عارف الوضع البلاد وما فيش حد دعمنا، لذلك بدينا نحن في حمل وتجميع تبرعات بحيث أننا نقدر ندعم طفلتنا هذه وتقدر تطلع برا وتسافر. أول طلعة طلعناها للمصر، وبعدين طلعناها لتركيا، وحاليا ضروري أنها تطلع السفر بحيث أنها تحول الجهاز وعندها حقنة تأخذها. الحقنة هذه مكلفة، كل بعد 6 شهور تأخذ في حقنة تكاليف 3000 دينار، باش تأخذ الحقنة هذه مسكنة. لذلك نحن قمنا بالحملة هذه، هو مجهود ذاتي طبعا، وبعض من أصحاب القلوب الرحيمة ساعدتنا، وخاصة نحب نشكر مدرسة الاستقلال اللي دعمتنا عن طريق الطلاب، لأن خلوا الطفل يساعد الطفل، نوجه لهم عن طريق قناتكم الموقرة كل الشكر والتقدير. إن شاء الله ربي يشفي مواد المهد، ويربي إن شاء الله يفرح كل من فرحها، وإن شاء الله كنا نصب معاها قلبا وقالبا ونعطوها ما يقدرنا بها الله ولو بالدعاء. أتمنى من أي حد شاف هل روبرتاج إنه هو يساعد مودة، يساعد الناس المريضة، يساعد الناس المحتاجة، سواء كنت مواطن أو كنت مسؤول. ما زلت يا مسؤول، نقول لك اتق الله في المواطن الليبي. حنمشوا لدار الرعاية في مدينة بنغازي ودورة لتوعية المواطن عن مخلفات الحرب. كنا عارفين بأن مخلفات الحرب موجودة في كل مكان، والمفرقعات موجودة في كل مكان، وعيالنا الله يهديهم لما يلقوا حاجة في الطريق يأخذوها ويمسكوها ويلعبوا بيها، وإن شاء الله ربي يحمي كل عيالنا. الشباب الرائعين بهيئة السلامة الوطنية داروا أول مبادرة، وكانت في دار رعاية في بنغازي. تعالوا نشوفوا كيف كانت هالمبادرة وكيف كانت الأجواء الموجودة ومن كان موجود مع السلامة الوطنية بالعصية بنغازي. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. مقدم يوسف الكديكي، رئيس مركز التدريب والتطوير بهيئة السلامة الوطنية ومدير الإعلام بفرع المنطقة الشرقية. طبعا هذه الحملة يقوم بها قسم المفرقعات بالمنطقة الشرقية لتثقيف الناس وتوعية الناس بمخاطر المخلفات الحربية بصفة عامة المتداولة الآن سواء في مدينة بنغازي أو مستوى ليبيا بصفة عامة.
طبعا هذه الحملة حتستمر إن شاء الله طيلة 2016 بإذن الله كاملة، وإذا كان استطر الأمر ممكن نحن نستمر يعني لغاية ما تم تخلص البلاد من هذه المخلفات، ونحن في التوعية مستمرين إن شاء الله بإذن الله بجهود هؤلاء الشباب دون كلل أو ملل. طبعا الحملة بإشراف قسم مفرقعات، كذلك جمعية الاستجابة والطوارئ الإسعافات الأولية. طبعا جاء برنامج التوعية يوم مخاطر المخلفات وكذلك الإسعافات عند حدوث أي طاري لا سمح الله. أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. المفجرة التي ينظمها قسم السلامة الوطنية قسم فرقعات بفرح السلامة الوطنية في المنطقة الشرقية. اليوم بدينا بإذن الله إن شاء الله انطلاق حملة توعية في دار الطفل بمؤسسة الرعاية الاجتماعية. الحملة هذه إن شاء الله بإذن الله مستهدفين بها عدة جهات بمدينة بنغازي، منها شركة الخدمات العامة والشركة العامة للكهرباء وطلاب المدارس والنازحين بمراكز الإيواء لتأياتهم وتوعياتهم للرجوع لحسن التصرف عند رجوعهم لديارهم بعد انتهاء العمليات العسكرية الدائرة بالمدينة. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. رب يحمي كل عيالنا ويحمي كل بنياتنا ويا أهلنا ويا أخوتنا ويا أصحابنا. خلوا عيونكم على عيالكم وفهموهم ديما، تلقى يا باتي جسم غريب في الشارع ما جيش شورى وخطاه وخليه في حاله، لأن هذا شيء تخاف إنه يكون في أي حاجة فاضلة منه من ممكن من جراء الحرب أو أي شيء يضر ولدك، حتى لو ما تفجرش فيه ممكن يكون في مادة سامة أو أي حاجة. فدائما خلوا عيونكم على عيالكم فهموهم أول بأول. خالد لاريبي، من منا ما يعرفش هالاسم اللي كان موجود معنا في قنواتنا المسموعة والمرئية، زميلنا الراعي خالد العريبي اللي استشهد في عملية الكرامة رحمة الله عليه وعلى كل شهدائنا الشرفاء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ومن أجل بنغازي العاصية. وكان موقف رائع جدا من جمعت فيه ناس واجدة وجمعوا أحبابه وأصحابه وأمه كانت قاعدة وأخوته وخواته وكل كان قاعد، لكن يوجعنا شيء واحد وفقدت الصاحب والرفيق والقريب، لكن نفرح بأن شهيد عند الله بإذن الله تعالى. تعال نشوفوا كيف كان تأبين خالد العريبي في المسرح الوطني في منطقة السلماني في بنغازي. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. مشاهدينا الكرام، من داخل المسرح الوطني بمدينة بنغازي العاصية، اليوم نجتمع جميعا من أجل تأبين شهدائنا، شهداء الوطن، شهداء الجيش، شهداء الكرامة، شهداء بنغازي، شهداء الإعلام. زميل إعلامي خالد العريبي والزميل الإعلامي محمد الوداوي،
يلي سيبوا مجال الإعلام وتوجهوا لحمة مع الجيش الوطني من أجل تحرير مدينة بنغازي، استشهدوا داخل هذه المدينة. واليوم نحن وكاميرا العصية وكاميرا البرنامج موجودين مع أحبابه وأخوته وأصحابه من أجل توثيق تأبين شهدائنا. ثواني كل معاكم فوق المسرح، خلوك معنا. تحية لكل شهداء الجيش الوطني، تحية لكل الشرفاء الذين قدموا أرواحهم من أجل الحبيبة العصية نبض ليبيا بنغازي. بنغازي كنا انتفضنا على خطرها وطلعنا وقلنا لا للظلم لا للطغيان لا لأنصار الشريعة لا للدواعش لا لمسح اسم بنغازي من خانة ليبيا. كلنا نعرفه ما حد يزيد على حد بأن لولا بنغازي ما فيش ليبيا، وليبيا من غير بنغازي ما تنفعش. جميع انتفاضاتنا كانت من بنغازي 2006 2011 2014. يعني كيف احنا نقوله كنا عظم وغصاص في رقبة كل طاغي ديناها بالمقبول. انتفضنا في عهد ثورة فبراير المجيدة، حالياً في عملية الكرامة من أجل شيء واحد، لا لتمجيد أشخاص ولكن المجد والعزة للشهداء ولبنغازي أرض الوطن أرض العطاء. بنغازي مهما حكينا عليها مش هيسدلنا ليوم ولا اثنين ولا شهور ولا سنين، لأنها قبلتنا جميل اللي هو اسم بنغازي. تأبين شرفاء، اجتمعوا في تأبين ناس كان لهم دور كبير جدا وما زال دورهم كبير، ونتمنى بإذن الله أن دم الشهيد ما يضيعش هباء. تحية للإعلام، الإعلام الهادف، الإعلام الذي يبغي أن يبني لدولة ويؤسس لدولة ويجمع شتات شعب. خلود ربي ان شاء الله يا ربي ينولك الجنه اللي كنت بيها، ويا رب ان شاء الله
صبر مينتك وصبرنا كلنا على فرقتك. انت كنت صاحب طيب وكنت رفيق حنين، ولكن هذا حد امرك، فنتمنى ربي ان شاء الله يا ربي يسكنك فسيح الجنان ويعطيها لك كل ما تتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى. ندعو على الناس اللي راح لها في حياتنا بس عقبت بصمه كبيره جدا داخل المكان اللي احنا عايشين فيه. الراحل خليل جهاني رحمه الله عليه. خليل جهاني وانيس جهاني هم المسؤولين والمشرفين والمدربين واللي فزعوا لمنتدى المتحدين سابقا، والان ما يسمى بفرقه المتحدين للتمثيل والموسيقى. تلفزيون ليبيا الرسميه طبعا هو كاحد التامين الدائمين لفرقه المتحدين. واليوم احنا عندنا حيكون عرض اول وحصري لمسرحيه بكره اجمل. هالمسرحيه اللي كتبوها العويله الصغار والشباب الصغار، هم من الف الكلمات، هم من اعطونا الفكره، ولكن بفضل الله فضل جميع طاقم العمل من اعضاء من مشرفين ومن طلبه قدموا المزيد وطوروا في هالكلمات وداروا عمل باسم بكره اجمل. تو هنشوفها تقرير بسيط على هالعمل. حيكون العرض قريبا حصريا لتلفزيون ليبيا الرسميه. بكره اجمل، وان شاء الله يكون بكره اجمل باذن الله تعالى. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. أتمنى التوفيق لكل فريق العمل بفرقة التحديد التمثيل والموسيقى، وإن شاء الله نكونوا يا ربي نكفوا أو كفينا وفينا الرسالة اللي خذيناها، وهي رسالة على الدرب، درب آل جهاني رحمة الله على أنيس وخليل اللي أسماهم مستحيل تنتسى، لأنهم عقبوا تاريخ طيب، تاريخ مشرف في الإعلام والثقافة والفن، وعقبوا نجوم بإذن الله تعالى حيكونوا من نجوم الغد في التمثيل والموسيقى. تو نجي معكم لفقرة لمسة وفاء. هنحط الأوراق، هنسكر اللابتوب كالمعتاد، ونجول لمستنا اليوم. دوينا على الخبزة، دوينا على الخضرة، الشيء الثالث الأساسي شنو؟ وين هو؟ أهو شيشة الزيت، هذه حاجة مواد غذائية الأساسية نحكوها رفاهية، هذه بعدين موضوعها منتي كده. الطماطم، كارت الدقيق اغلى من الذهب توا تمت، هذين اساسيات الحياه. وال المكرون حتى منظرها جميل ريتو، تمت شهوه عندنا المواد الغذائيه، ويقول لك شر البليه ما يضحك يعني. والكماليات طبعا، الكماليات ها التن والحليب، انت باكم تقول اساسيات؟ لا وين توا، رفاهيه التن والحليب راه ما عادش تمت شيء اساسي. لكن خلونا نكي شنو مش نفرح نقولوا عندنا مواد غذائيه، وين حوشنا مليان مواد غذائيه. الغذائيه وما ادراك ما الغذائيه واسعار المواد الغذائيه. طبعا احنا عارفين ان الاسعار مش شيطانه، وعارفين يقول لك الدولار راقي، وعارفين انه يقول لك ما فيش استيراد، ما فيش تصدير، ما فيش مش عارف شنو، ولكن نسوء ان في مواطن كادح قاعد يبي ياكل شيشه الزيت. تذكر كيف كم كانت زمان صندوق النقد فيه من الجمعيه،
تذكروا الطماطم كم كان، الدقيق، المكرونة، الرز. أنا كان خاطر نجيب باقي الغذية بس ما قدرتش، قالي ما قدرت، غاليات يا أخويا. تهذينا شوية كجاني بذك الحسبة، لو بنجيب السكر والرز والمكرونة بنواحة والجبن وهذينا، وين يبي لي مرتب شهر، والراتب ما فيش، أنا مصارف مسكرة. فهذا ربي قدرني بيه خلاص. لكن كنا عارفين غذائية بتاعتنا شنو اللي احنا نبوها. نحكي على الأساسيات. سؤال نوجهه للدولة أو المجلس النواب والمجلس البلدي، الحكومة بصفة عامة، ليش ما تردوا لنا موضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القديمة؟ في بعض المناطق مسكرة، حارب ربي ينصر بنغازي ينصر جيشنا، ربي إن شاء الله يا ربي يردوا كيف ما كنا، لكن في ناس عايشة. ليش إن موضوع الجمعيات ما يردناش من جديد؟ ردوا لنا الدعم على الدقيق، على الرز، على المكرونة. زمان راه كنا ب 30 جنيه نعبوا في سيارتنا، شو الرز وشو الدقيق والمكرونة الصناديق والزيت والطماطم، لأنت من اللي في اللي يبيع فيه برا، في اللي يشيل فيه مصر، وفيه وفيه وفيه. تو ما عادش عندنا. تو معقولة شيشة الزيت توصل حقها 5 جنيه؟ كيف تجي؟ معقولة إن حكية الطماطم توصل حقها جنيه وربع، اللي كان صندوق الطماطم صندوق ب 3 جنيه، وكان صندوق الزيت ب 6 جنيه زمان. هذا وين؟ أيام الزهاد. مش تقول أيام عهد القذافي والقذافي مات ونحن بعدها متنا، لا، مات الله لا يرده، لكن بعدها عشنا في أيام كان مازال إصرارقة كرسيني شوية. تو ما شاء الله إصرارقة طلعوا، أوكي، فتحوا إيديهم، مسكوا كل حاجة في البلاد إلا من رحم ربي. فزلنا نقولوا فيها مش ما يقولوا الشر كرسي يحكي على يحكي على الكل. نزلنا للسوق وخذينا أسعار غذائية، وكلكم عارفين طبعا، وفي اللي مش عارف أن نقولها، في اللي خايف أن ينزل للسوق. الزيت، صندوق الزيت ب 54 جنيه، والشيشة ما بين 4.5 و5.5 على حسب نوع الزيت. الطماطم الستيكة ب 14 جنيه اللي كانت حقها 3 جنيه، والحكية هذه بجنيه ونص. الشاهي الحمر الكيلو ب 14 جنيه، معقولة يا إخواننا؟ الشاهي الخضر الناس تكيف ب 6 جنيه ونص للكيلو، جاك رخيصة شوية. السكر الكيلو بتاعه بجنيه وربع، والشوال ب 57 جنيه. الدقيق الكيلو هو بجنيه ونص، والشوال 80 جنيه. شوال الخبزة يا راح فيها الخبزة، ما عادش تلقى فيها خبزة، لا تلقى شوال ولا تلقى خبزة أصلا. التن طبعا تو تم شيء من أنواع الرفاهية، ما عادش تم شيء أساسي في حياتنا. يبدأ سعر التن من جنيهين ونص اللي عند 5 جنيه. التن اللي كان يبدأ من جنيه وكان فيه ب 50 قرش صغيرة في 2 بتاع سندوتش الواحد، في منكم يكون زارق عليها، تم يبدأ من جنيهين ونص اللي عند 5 جنيه. الهريسة طبعا من الكماليات في حياتنا، حكيها صغيرة تمت بجنيه، والكبيرة بجنيه 75 قرش صغيرة لك، دي لك 4-5 نصاص. حليب الحكية أيضا من الكماليات، تم الصندوق بتاع الحكية الصغيرة هذه بجنيه ونص، والكبيرة بجنيهين وربع. الجبنة المثلثات، تتذكروا كنا ناخذه في 3 بكوات بجنيه زمان، مش زمان واجد، زمان توا كنا ناخذه في الجبنة المثلثات الرخيصة في منها، توا يبدأ أسعارها من جنيه اللي عند جنيهين ونص. والله يا مواطن يبي لكم فعلنا. طبعا من كماليات الرفاهية في حياتنا هو المشروب الغازي. الحكية الصغيرة اللي كانت ب 50 قرش توها تمت بجنيه، والصندوق ب 17 جنيه. أما شيشة القزوزة بجنيهين ونص. زمان كان في منافسة ما بين، هي مش دعاية، ما فيش أصلا أحد كيف كم أنتم، كلكم مشهورين، البيبسي والكولا. كان زمان ينافس مالي دير 2 لتر بجنيه، مالي ب 75 قرش. توها تبى تبي ما تبش بجنيهين ونص الشيشة. المية الوحيدة اللي ما زالت ماسكة سعرها. هذينا ممكن الأسعار اللي احنا خضيناها أسعار أساسية كالغذائية فقط لا غير. لكن لما تنزلوا للسوق وتشوفوا أنواع المكرين، المكرونة والله نسينا نجيبوا حقها، لأن احنا لقينا شكارة هذه فنسينا نجيبوا حقها، لكن سعر معروف يعني ما بين جنيه ونص جنيهين. لكن اللي نوصل اليوم السؤال الكم، كيف يدير المواطن الليبي؟ معلش، مواطن اللي يسكن في العاصية بنغازي، خلينا نحكي على بنغازي تو، احنا الوضع اللي احنا عايشين فيه وعارفين أسعارنا الحاجة اللي عندنا، كيف بندير أنا؟ كيف ندير أنا لو عندي أنا ظنوة وعندي عيال وعندي ناس، وعندي ناس تبي تاكل وعندي ناس تبي تشرب وعندي عيالي؟ يا أخي لا إله إلا الله، منين بنجيب لهم التموين هذا كله؟ منين بنجيب؟ يا حرس يا بلدي، ربي يكون في عونك، ربي يعطيكم الصحة. لكن أنا اليوم ندائي لك، وين رقابتك من أسعار الغذائية في المحلات؟ في تلقى هذه بقى فيها لك بأربعة ونص، وفي اللي بخمسة نفس الشيشة، مش تقولي نوع الزيت يختلف، كل محل بسعره وكل محل بجوه. أنا ما فيش من يراقب فيه، من الضمير ميت من زمان. أوكي مش أسعار غالية والدولار راقي، بس واحد سعر الحاجة يا أخي،
نلقاش حكايه الطماطم عندك هي البستان هذا نلقاها هنا بجنيه وهنا بجنيه ربع وهنا بجنيه ونص كل واحد وبجوه والمواطن مسكين ياخذ. الحرس البلدي يا ريتك توحد لنا السعر حتى مع غلاء الاسعار، ونحكي على الوضع السعر الغالي، خلونا تو من ندائنا اللي احنا نبو السعر ينقص شويه. وايضا نحن نبغى نحكي على لوجود السلعه المدعومه من الدوله في المحلات الخاصه. لما يجيني انا مثلا سلعه مثلا كيف البستان سلعه بتاعت الدوله اللي كانت تجينا زمان في الجمعيات نلقى فيها يبيع فيها في المحلات الغذائيه منين جن؟ هو حتى تقريبا كان مكتوب عليها زمان هذه ايوه وين راح؟ تلقوها انتم شو شوفوها. الفكره ان البتاع الغذائيه المدعومه قاعده في المحلات، فيا ريت نفهموا هل في سلعه تموينيه مدعومه تنزل للدوله للمواطن ويبيعوا فيها للخاصه ام لا؟ فهمونا بس اكثر ولا اقل، واحنا عارفين ان في شيء يندس على البراغزه او على البين بصفه عامه. الطامه الكبرى وجود مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه في المحلات. ما حد يقول لي ما فيش، ما حد يقول لي انا ما قابلنيش، الحرس البلدي يخدم، عارفين كم تخدمه، لكن الله غالب رب يكون في عونكم، بس وين الباقي؟ وين اصحاب المحلات اللي يبيعوا في مواد غذائيه منتهيه صلاحيتها في بنغازي؟ وينكم او وين ضميركم؟ انتم قاعدين، مش كل شيء نكسب كم مليون روحت حوشي، والله صندوق هذا انا مثلا منتهيه صلاحيتها، خليه نبيع حتى ب 10 جنيه، ام حاجه ما نعزقهاش في الشارع. لكن لو انت اتقيت الله في نفسك ورخصت السعر كان المواطن حيشريه، ولو قاعد عندك اعزقه في الشارع ترضى انت او انت تاكل وكال منتهي الصلاحيه بتاعها؟ بلكي وليدك يسمم ويموت منه، بلكي ولد الجيران يموت. ديما فكر ان اللي حيصير الناس حيصير لك يوم من الايام. ندائي الاخير نوصله الى من يهمه الامر، دولتنا الموقره مجلسنا البلدي بنغازي، وصلوا صوتنا للمجلس الأعلى، يا مجلسنا يا بلدي حكومة الأزمة، وصلوا صوتنا لمجلس النواب، وصلوا صوتنا للحكومة، وصلوا صوتنا لمن يهمه الأمر. كفانا ذلا داخل مدينة بنغازي بسبب غلاء الأسعار، كسرتوا ظهورنا، ظهور الشياب، ظهور الصبايا، وعلى الدنيا السلام. يا ريتكم تروفوا بحالنا شوية واشقوا بينا بغلاء أسعارنا في العصية بنغازي. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. مشاهدينا الكرام وصلت معاكم لنهاية هالحلقة، إن شاء الله ربي يكون قد كفيت ووفيت معاكم اليوم في رسالتنا اللي قدمناها في برنامجنا العصية. عارفين بأن كلمة الحق وجاعة، وعارفين بأن كلام الحق لازم ينقال، الله غالب. هذه رسالتنا الإعلامية بأن نوصل صوت المواطن للمسؤول. مسؤول سمحني كأني كثرت عليك، ولكن عارف أنا ممكن كلامي مش حدير معك أي شيء، لأن من غاب ضميره من قبل حيغيب توا، إلا الشرفاء من مسؤولينا المحترمين اللي جالسين على الكراسي داخل عصية بنغازي أو على كراسي العرش في ليبيا. ليش قلنا العرش؟ أكيد هو العرش لله عز وجل، لأنكم أنتم جمعتوا على الكراسي ونسيتونا وفرحتوا بالهي الأمانة اللي قاعدة جنبكم ونسيتوا المواطن الكادح داخل عصية بنغازي. ربي يحفظكم ويرعاكم، ورب يدوم علينا الصحة والعافية ويدوم هالنا معنا، أخوتي وهالي وناسي وأصحابي وجيراني، رب يحفظكم ويرعاكم ويجعل الخير قدامكم، أنتم في رعاية الله. راكب غلاك عاشق يا حلوة نهوان، على جواناتك خلاك معروفة للكل قوية يا رعاي خليها تبقى بنغازي.